عايز ارجع معاك، انت قلت لي انا بدات بالطوب الاحمر. طبعا بس اكيد حاجه لفتت نظرك ان كفايه كده طوب احمر، يلا اشتغل على طوب الاسمنتي، صح؟ الطوب الاحمر في نقطه التحول حصلت. في نقطه التحول حصلت طبعا، كان في جت وقفه شويه المباني في حركه الاقاليم، لان الطوب الاحمر طبعا معتمد على الاقاليم اكتر من المشروعات الجديده. فطبعا بدانا نتحول، طب ايه الجديد، ايه اللي يمشي مع مهنتنا؟ الطوب الاسمنتي هو التطور الطبيعي طبعا للطوب الاحمر. هل كان في طلب من الاستشاريين المشروعات الجديده، المدن الجديده، العاصمه؟ طبعا كل طلب. الكلام ده بدا يطلب بقى طوب اسمنتي، بدا يطلب طوب اسمنتي. يعني الاستشاري هو اللي بيطلب الطوب الاسمنتي مش الطوب الاحمر مثلا؟ لا لا، الاستشاري دايما بيعتمد على الطوب الاسمنتي اكتر من الطوب الاحمر. انا اظن انت مكون محلي مصري 100%. طبعا ما عنديش ولا مدخل اجنبي، يعني 100% 100% خامات مصريه. الطوبة دي مصري؟ مصري، ما فيش أي مدخل. ممكن الخط أجنبي بتاعها اللي ممكن يبقى الخط صيني تركي، ممكن نقدر نعمله يعني. صنعت منه؟ طبعا. برافو عليك. صنعت يبقى المكبس مثلا؟ لا، المكبس المكبس أنا أقدر أصنعه هنا حاليا كخبرة مكان أو كخبرة تشغيل. والاستنباط تقدر تعملها هنا؟ وأقدر أعملها هنا. نرجع تاني، الطوبة دي حضرتك بتقول لي أنا الاستشاري بيطلبها لأنها فيها مميزات كتيرة جدا، عايز أعرفها. هي طبعا الطوبة دي مكونات خرسانة. تمام. كأني باني البيت كله خرسانة. كأنك باني البيت كله خرسانة. تمام. طبعا بتوفر جدا 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 في الأسمنت، في المحارة بتاعت الأسمنت. توفر في المحارة؟ طبعا. تمام. لأنها تبقى مستوية، مقاساتها مظبوطة، فبتوفر في طبقة المحارة بالنسبة طبعا للي بيبني. حاجة تانية إن هي برضو بتعمل عزل في المية غير الطوب الأحمر. يعني الطوبة دي طالما شكت يعني مسكت بقت خرسانة. بقت خرسانة، مستحيل حد يعرف يكسرها. تمام. يعني عمرها ما تحول لتراب مثلا؟ لا لا، مقاومة الحريق ليها أعلى من الطوب الأحمر. انت قلت لي عندنا عيلتين بننتجهم فيهم 6 منتجات. تمام. العيلة الأولانية دي الطوبة دي اسمها مصمت 25×12×6، ودي بقى دي أختها. ودي أختها الأصغر منها، صح؟ الأصغر منها في المقاس 20×10×6. وعندنا 4 طوبات اللي هم المفرغين، المفرغين دول اسمهم ايه بقى؟ ده اسمه بلوك مفرغ. انا متهيألي ده كله ده متباع، صح؟ ده مباع الحمد لله. راح فين بقى العاصمة؟ فرحنا كده، راح فين الكلام ده؟ طب ده كله رايح مثلا حاليا المنطقة الاستثمارية في إسماعيلية، رايح برضو عندي مشروع تاني في مستشفى، بشغال طبعا مع قطاع الصحة في مستشفيات كتير. العاصمة عملنا فيها مجلس الشيوخ، دخلنا السي بي دي الصينيين. طبعا. واعتمدنا المنطقة المركزية. واعتمدنا هناك. بلعبت في الايكوني ولا ايه؟ لا اعتمدنا هناك في ابراج السي بي دي، وكان معانا شركة هناك اشتغلنا معها حوالي 8 شهور، اشتغلنا في المركز الثقافي. توردت للسي بي دي كام طوبة؟ لا انا وردت هناك كمية كبيرة جدا، في خلال 8 شهور وردت حوالي مثلا 3 مليون طوبة. ما شاء الله ما شاء الله. بس طبعا طوبة بلوكة كبيرة، البلوكة دي يعني واحدة بقى دي ولا دي؟ لا انا اللي هي دي مقاس 20×20. احنا عندنا متهيألي الشغلانة دي صعب نصدر منها، صح؟ لا طبعا، عشان الوزن. عشان الوزن. الوزن والتكلفة هتبقى قريبة، يعني علشان أصدر النهاردة بالوزن ده على ما توصل مثلا لمكان اللي أنا هصدر له، لا هيبقى الموضوع قريب في السعر، فما لوش داعي. ما تفكرش تعمل فرع من المصنع ده مثلا في الدول اللي فيها النهاردة شغل؟ طبعا احنا اتجهنا شوية للسعودية، وإن شاء الله بنفكر نفتح حاجة في السعودية بإذن الله، يعني لأن طبعا هي في هناك أماكن كتير جدا بتتطور، زي مثلا جدة في برضه تطوير سمان نازل. بتعمل مصنع هناك؟ طبعا. انتوا كم مصنع النهارده للطوب؟ النهارده احنا بنتكلم مثلا حوالي من مش الاحمر، اسمنتي بس. الاسمنتي حوالي 300 مصنع، ممكن 300 مصنع، ممكن اكتر. طبعا. النهارده دايما المشروعات بيبقى ليها مقاول عام. تمام. المقاول العام ده بياخد من المالك الامر، احنا تمام. عايزين نعمل المشروع ده. تمام. بيبدا هو ينزل يشتغل مع مقاولين من الباطن، لان هو لوحده مش هيقدر. دايما بشوف ان المقاول العام بيجي على المقاول الصغير بتاعه وزي ما يكون بيقول له ايه، احمد ربنا ان انت شغال معايا، احمد ربنا ان انت هتورط شغلك للمشروع ده. طيب وانا اعمل ايه؟ ما انا عندي خامات وعندي عماله وعندي رمل بجيبه وعندي اسمنت وعندي 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 عندي طوبه. بنحاول بالنسبه لتوريد الطوبه. انا بتكلم في أيوة انا بتكلم في مقاول عام بيسبب لك مشاكل انه بياخد فلوسه وبيأخرها جدا على حضرتك. لا احنا النهارده مثلا بنتجه اتجاه تاني، احنا بناخد فلوسنا كاش جدع عشان نقدر برضو نجيب مواد الخام بتاعتنا نقدي، يعني احنا لان انت بتجيبها كاش عشان تقدر تديله طوبه رخيصه. تديله طوبه رخيصه لان انا مش هينفع النهارده اقول له الطوبه دي مثلا ثمنها 1000 جنيه وحضرتك بعد 15 يوم اديني 1100. هو الدوره المستنديه في العادي كانوا بيدوكوا فلوسكم بعد قد ايه؟
من 15 يوم ل 30 يوم. من 15 ل 30 يوم. لكن النهارده انت ما تخرجش طوبه غير كاش. لا طبعا خالص. المصنع هنا مقارنه بمصنع مثلا طوب الاحمر يوفر طاقه قد ايه؟ او يستهلك طاقه قد ايه من اللي بيستهلكها مصنع طوب احمر؟ انا ما عنديش اقدر اقارنه بس هو الكهرباء، لان ما عنديش اي انواع من الطاقه. المازوت طبعا اللي هم بيحرقوا بيه الطوب الاحمر هو مش عندي، انا ما عنديش حريق اساسا. عندكش افران قصدك؟ ما عنديش اي افران ولا اي حاجه بستخدم فيها طاقه غير السولار بس. وده بسيط جدا بالنسبه للطوب الاحمر. انت خلاط تشكل انا كل شغلي كهرباء، وحتى الكهرباء بستهلك حوالي 20 25% مقارنه بالطوب الاحمر.